دي تي على قناه الحوار التونسي. فرحان برشا نتحضر معنا نجله بن عبد الله بعملها الجديد اللي حكينا فيه قبل شويه. نعاود نذكر مره اخرى اللي عملها الوعد، دونك عمل قاعد يتعدى ديجا، عمل ممتاز جدا. عمل قاعد يتعدى على بلاتفورم اسمها ستارز بلاي. العمل هذا من انتاج فورتونا برودكسيون ياسر فهمي. زاد عندنا الديريكتور دو برود اللي هو هادي قرنيت اللي هو تونسي وخدم برشا مع شوقي الماجري الله يرحمه. وانستالي في سوريا، مي هو تونسي، معناتها تونسي تونسي. عندنا المخرج نتاعنا اللي هو محمد الخياري تونسي. عندنا كما قلت لكم زيد تويتي ممثل تونسي. معنا في الجزء الثاني والثالث ياسين بن قمره. انا يا نضال نجم ممثل كبير ومعروف برشا، يعمل برشا اعمال تاريخيه ومعروف ياسر في الاعمال التاريخيه. معنا اللي هو يمثل بابا عبد المحسن النمر، ممثل سعودي معروف برشا وسورتو اومينمون انسان ياسر ياسر محليه. معنا زيد خالد نجم ممثل اردني معروف بالكدا. معنا احمد سرور. معنا ممثلين مغربيين منهم مريم الزعيمي معروفه برشا في المغرب ومستوى التمثيل نتاعها مستوى راقي برشا وانسانه فنانه. دونك كلهم ممثلين محليهم، ان شاء الله الجزء الثاني والثالث يكونوا احسن ويعجبوا اكثر. امين يا ربي، كل النجاح والتوفيق. كل النجاح والتوفيق زاد صديقنا غازي. نقول لك مبروك. بارك فيك. حبها سلطانه. سلطانه هي. ما قلت لك راهو الغنايه هي ايتنسيل صغيره. وقت اللي غنيتها لهنا انا كنت مهبطها من الحفله نتاع الحمامات، كنت مهبطها لايف ديريكت على الشان نتاعي. وقت اللي غنيتها لهنا قعدت ياسر الدور، ولات العباد تسال فيا عليها برشا، وكل ما نغني لازم نغنيها. وليت كي ولات برشا ما تنجمش تو تعطينا هكا. باش نغني منها، باش نغنيها ديجا. اي باش نغنيها. والحمد لله معناها هبطت على اليوتيوب عندها تقريبا شهرين وقاعده تحقق في ارقام باهيه. ممتاز ممتاز جدا. به هل اليوم في تونس توافق الاراء اللي تقول لي عندنا مشكل غازي في الكلمات اللي معنا؟ لا ما عندناش مشكل في الكلمات وفي الالحان، كلنا نلحنوا بالكدا وكلنا نكتبوا مليح. عندنا مشكله في البرودكسيون. صحيح. وفما اشكال زاد صغير من اخواننا الفنانين. معناها نلقى فنان ساعات انا صارف درا قداش في برش حاجات. معناها ضحكني مره واحد صديقنا ما نحبش نسمي اسمه، قال لي غازي علاه ما تعملش عينيك وتعمل درشنوة وتريق شعرك؟ لا معناها نمشي هو عنده الحق، فهمت؟ ما تعمل زريرق اي برشا حاجات يعمل فيهم، هو حب يوريني عامل برشا حاجات. في الاخر بكل معناها الانتاج اللي به الفايده ما فماش بكل. هو 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 هذيك راهو انت تفرض روحك بالحانك بكلماتك بصوتك من بعد الشكل. حتى في التمثيل يقولوا لازم تكون مزيان ولا لازم تكون. لا لا مو صحيح. لا لا فما برشا فنانين ماهمش مزيانين وهما ولينا نراو فيهم مزيانين تالمون ايزون بوكو ايزون بريزونس كاريزما. معناها انا نرى انه زاد احنا كفنانين لازم ما نقصروش في الانتاج، خاطر احنا برشا فنانين ما ينجوش، تلقى عنده كارير كامل عنده خمسة اغنيات. احنا لا انا بيرسونيلمون لا، لانه انا في الفتره هذه اللي فيها ركود عامل تقريبا يجي 15 تيتر. مي انا نخدم على الفتره، لانه احنا في بيريود الموسيقى تبدلت والاذنين تبدلت، يلزمني انا بيدي نتبع شويه الموضه. ربي لا تبع برشا. لا اوزر انا جربت باش نقول لك، انا جربت بعايشه سوفري مشيت بالقدا، جربت بلايام، جربت بحاجات جديده. نلقى لي جون عندي انا في الشان نتاعي ولاو من 18 ل 25 كون عندي تقريبا 48% اللي كانوا مش موجودين. بس بيان فوالا هذا هو اللي الكونتينيتي، انا قاعد نخدم وان شاء الله نتوفى. ما هو اسمعني، كي تلقى ساعات تلقى ساعات الفكره الرائده، تلقى مثلا شكون ناجح اليوم عربيا مازال عاش لكل الاجيال راغب على مثلا تلقى مازال لاهي باللوك نتاعو. لا اسمع عمرو دي هو صغير مني. باش نقول لك يا امين، باش نقول لك حاجه سي غازي العادي هو ما يعرفنيش، اما انا جيتي اوتيس دو لير وكنت نسكن في حي الخضره وكان عندي قهوه في حي الخضره. ومن وقتها معناتها ديما نتعدى ونشوفه. واحنا معناتها بالنسبه لي غازي عادي معناتها فنان معناتها كبير معناتها وباسمه معناتها انا كنت نغزر له معناتها واو غازي العايدي متعدي هكا غازي العايدي، فهمت معناتها سيتي انا ما كنتش في الدومين نتاع الفن وكل يكون عمري 19 سنه ولا 20 سنه وقتها. ما نشوفش اللي هو تغير، عنده نفس الكاريزما. حتى كي نشوفه قدام القهوه نفس اللبسه نفس هكا فخامه معناتها. ربي يخليك فوالا. اسمع سيدي والله اسمع سيدي صاحبي يا سيدي. انا 20 سنه تالي معناها واكثر شويه جي معناها خذيت برشا سكسي والحمد لله، قاعد خدمت خدمه كبيره وديما الخدمه والتعب ديما يعطيو الثمار تاعها. تقعد ديما وتقعد تواكب في جيل جديد، لازم ترينا حديد مثلا. لا استنى لا استنى لحظه، لازمك تزرق بوتوكس.
انا قبيله انت ما فهمتنيش، انا روكي واحد يعمل معادي جدا، اما كيما قلت انت راغب عليه، ما كل يوم فما جديد وكل يوم فما موسيقى، اما واحد ما عندوش موسيقى بالكل يعني في هذوكم الكل يولي زي. وحاجه اخرى امين، انا من الناس اللي نكور 3 ايام في الجمعه راه، انا نكور نلعب كوره ما نبطلش كوره بكل الحديد مش. لا الحديد انا من زميلك عمرو تبارك الله معاك، لا سناني انا الحديد مانيش انا ويا اصحاب، يمكن ولدي توا تبارك الله توا داير ما نصحكش برشا معناتها الجرالي انا ما نحبش انا نحب نمشي نلعب كوره، هذاك يعطيني برشا عرق وبرشا حاجات، وان بليزو سا سي اللعبه اللي نحبها انا اللي انا تسمعك عم حسن يكور ولا واش خاصك انا عم حسن يكور معايا هاو يكور بي عبيط وبعد نتعدى نكور انا غازي فوالا صحيت غازي شاب يا اخي معناها بالمقارنه مع بيناتنا رغم اللي مش لا بيناتنا شويه لا مش برشا مع حسن لا والله تبارك الله عليه اذا برشا ما هو الله مصلي على النبي عليه فعلا تبارك الله انا نعرفه انا نعرفه غازي قداش عمرك تعرف كان مش انا فوق الخمسين سنه انت فوق الخمسين شكون 59 لا لا مش برشا لا فوق بشويه معناتها نقول 52 3 4 5 4 4 5 عم حسن قداش عمرك انت انا بيناتنا 11 عام اه 11 اي كومين معناتها اه كومين 11 عام اسمع هو راهو سان فو بروبليم هذا راهو نتاع العمر راهو صحيح انا مره نحكي انا ونبيل معلول نبيل خويا خاطر عم حسن مثلا في البحر لا لا ما حسن في البحر وفي بارتو ما حلاه يهبل عم حسن والله مين يا اخي بصراحه ان شاء الله ان شاء الله جست على كلام غازي ان شاء الله يكون ماهوش بروبليم زاد ننسى اوسي باسكو الراجل كي يكبر يقول لك الشيب وقع المراه كي تكبر تقول لك هو علاه كبرت هو عندنا مثال باين صلي على النبي عليه اون ديفا بالحق اللي احنا سورتو كي تجيك من امراه باغ اكزومبل تقول لك انت ما كبرت ولا انت العمر ورجال مستحيل مستحيل باش يديروا برجال يقولوا راك كبرت ولا عمرك ولا عليك ما عندكش الحق تتلهي بروحك ولا ما عندكش الحق انا مره وقت اللي في الاربعينات كامل العمر في الكارونسيت ولا كارونسيس وقلت بون عيد ميلادي هذول كبرت بديت نكبر نبيل معلول محلاه وقداش اسبري بنين خاطر انا ملي صغير انا وياه نلعب في الكوره اخويا الكبير بالضبط نلعب انا في الاسبيرونس هو بعد طلع سينيور وكذا وانا انسبيري منه برشا حاجات اي بطبيعه لا انا لعبت فيها من الصغير معناها غادي خرجت في اسبوار عاد نبيل اش قال لي؟ قال لي غازي راه كل عمر عنده الشارم نتاعو يعني كلمه قاعد ديما تدور سي فري توا كي ولادي يبداو طالعين وولدي ولا في تولي وكذا فخور على الاخر انا ما عادش يهمني حتى شيء فهمت؟ خممت في انك معناتها تمشي في الموجه الشبابيه ديو مع رابر مثلا انا عملت انا ديو مع رابر وقلت عندي برشا وقت اللي هذول 2018 عملت انا وجنرال عملت انا وياه اغنيه تحكي على الفيزا فرحت كيف قالوا لي خذيت الفيزا واحد حبينا شويه ما نخليوش الحرقه ديما نحاولوا نمشيو بالطرق القانونيه وناخذوا فيزا يمكن المشكل هو التوزيع ولا البروموسيون تاع لا انا نعرف شنو المشكل المشكل انه الصغار توا هما توجهوا ووجهوهم زاده شويه لانه ما نعرفش علاش فما حاجه صارت على الموسيقى الوتريه بعد الثوره اللي حسبوا الموسيقى الوتريه تابعه النظام القديم الوركوي الموسيقى الوتريه من قبل بورقيبه من وقت البيات كانت الناس حبيبه موسيقى وكانت الناس تغني في التونسي وكذا والموسيقى الوتريه احنا في الفتره ذيك ما نعرفش علاش فنانين كل عملوا معناها غابوا اما اللي حاب يبطل كومبليتمون يكونوا خاطر كانوا ليماج نتاعهم ناس برشا لا 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 سامحوني راهو الفنان ربي يقول لي وقت اللي جمال عبد الناصر جاء الى اليميني ام كلثوم اللي كانت تغني عند الملك بالعكس هو لما عبد الوهاب ام كلثوم جابهم قال لهم راهو احنا بالنسبه لنا احنا انتم فخر مصر معناها انتم اللي زيدال نتاع اللي فما لمهم وقال لهم ما يهمكمش الملك مشى انتم باقين احنا بالحق فما حاجة حسيتها اللي الدنيا الكل توجهت وانا راني من الضد ديما نقول انه تعدد الموسيقات هذايا راهو حاجة رائعة باش كل واحد يلقى ذوقه اما ما نعتموش على الموسيقى الاصلية نتاعنا لا تعرف سامحني باش لا هي ما تعتمدش بالعكس انا توا قاعدة نسمع لا توا رجعت اغاني الطربية هي اللي اكثر توا ما توا عندنا عامين ثلاثة رجعت صغيرة تتغني لك وردة وتغني لك ام كلثوم اي نوستالجية بس عارفة ليش العالم العربي في العالم العربي توا وقت الاغنيه الوتريه في المسار احنا ما عندناش مسارح ما عندناش منوعات لا عندنا ما عندناش منوعات يا بيا عندنا مي سي با اسي ميدياتيزي عندنا مي سي با اسي ميدياتيزي ما مميز تخدم خدمه كامله باش خدمه كامله من المنوعات كنت فما المنوعات اليوم المنوعات ما عادش ساعدها تلف تستعمل المنوعات التلفزه الوحيده اللي تنجم تنقذ الشيء هذا ومشاكل الفنانين الوتريين هي الوطنيه اللي عندها كل الامكانيات مقاومات كل موجود فوالا باش تعمل منوعه كبيره وترجع هيبه الاغنيه الوتريه هي ما فما منوعات في قنوات خاصه اخرين
مش برشا لا لا ما فماش كونكورونس كبيره هذوك مناوعات هذوك نسميهم مناوعات كيما ترى احلام اليوم وترى مناوعات سعاد جوني وغيرهم وغيرهم لا مو جوستومون جوستومون لو كادر هذاك شنو كنت نحكي انا تو اللي تو هذا اللي مش موجود الكادر المناوعه وهره الغنيه الوتري مش موجود في تونس دونك على ذكر كنت راهو عندنا مدينه الثقافه راهي مسارح عبقريه وحاجه ممتازه انا المفروض لانه الناس اللي قايمين عليها حاجه برافو قداش يخدموا انا نحب برشا عروض نحب كل جمعه فما الخدمه فما الحفلات والانواع نتاع الموسيقى الكل راهو بالحق عملناها اللي خدمنا خدمه كبيره ورجعت بها الموسيقى الوتريه نعم. انا نقول لك حبيت زماني عندي انا غنيه عمرها اكثر من 20 سنه توا هي تحقق في الارقام اكثر من اي غنيه عندي اخرى معناها حاجه بها الناس رجعت للقديم راهو رجعت منها شويه اخويا مادام لا من لا مش لا انا مريض قريش ما كان نغني والله مريض بالكدا اليوم رجعت شويه برك شويه برك شويه برك مالك ما تسمع البارح ما نجمش تكلم مريض مسكين والله قريش ما مسكين انا هكا شويه تقريبا فازت ويتذكر في ايامات الفاكهه تعدى قدام القهوه وكل ما تجيش والكلهم داير يتفكروا دم حبيت زماني لما رايتك وانا كنت مالي لما ناديتك ضاع الكلام مني وانت بعيد عني ضاع الكلام مني وانت بعيد عني نور علي شمعي لما غويتك الله الله مصلي على النبي حتى مريض ما لابس كيفاه الله مصلي على النبي على خاطر ملحن ملحن غازي ما ينجمش ينشز حتى لو كان مريض وتعب وياخذ في لي كومبريمي اسيسي الكريج وما ينجمش ينشز ملحن. ما تبارك الله معناتها من اكبر النجاحات اللي عملتهم. باهي باش نعطيك كل مره راي وانت قول لي شنو رايك؟ باهي برايي مثلا في برايي اي اي في الفنانين في الفنانين انا ما نحبش الحقيقه تعرف ما عادش يحب مش ما يحبش ما عادش يزيني بصراحه ايمن لسيق ايمن لسيق صديقنا قال عبد الحليم صوته مش حلو. ايمن غنيت انا وياه ما عندناش برشا اغنيه اسمها زمن المصالح واغنيه حلوه برشا وحتى في مصر قاعده تمشي تو في القنوات المصريه ونحب صوته فنان حلو برشا. لا مش على ايمن على تصريح ايمن. عبد الحليم شنو؟ صوته مش حلو. ما يعجبوش ما يعجبوش الكونتكست ما يعجبنيش. لا ما يعجبوش حاجه وصوته مش حلو حاجه. لا ما يعجبنيش لا ما يعجبنيش هذيك هو حر. عنده الحق. انا مثلا انا مثلا فريد نعرف اللي هو فنان كبير برشا يعجبني وصوت يقتل وراو يزمك تسمع فريد كي يبدا يمول واحد اما انا ما نجمش فريد نقعد نسمع فيه برشا فهمت مثلا لا معناها فريد راه حاجه كبيره راه نعرف نعرف هذايا انت وشنو ذوقك صحيح اما هو ايمن ما نتصورش يقصد انه عبد الحليم مش مغني كبير معناها شنو رايك في بايا الزردي كي قال جورج وصوف ما يعرفش يغني لا ما قلتش ما يعرفش بابا قالت بابا قلتولهم الكلام يا خويا ملفتنا ملفتنا ريت ولا برامج هذوما بالله لا سامحني باش تعملوا لي فتنه مع جورج وسوم شو قاعده لان تدافع اسمع لا انا قلتها انا قلتي بابا لا 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 مواصفات المطرب الطرب الطرب ما انت عنده نطق الحروف غلط الحاء الميم هذا شنو الحاء حو ما هي طريقه اي طريقه هي طريقه شاذ شاذ ولا اما هو كمغني انا مليان صغير انا كنت عازف قبل وعزفت معاه هو بالذات لانه كنت عايش في فرنسا ونخدم معاه برشا كان ديما في باريس هو عاد ملي صغير هو طاقه صوتيه مهوله وحفاظ في الحاجات نتاع ام كلثوم الكل وانا بيرسونالمون نقول لك وجهه نظر فنان عبقري اي وبعد شو بعد؟ يعني فنان صوته شاذ ولا مش شاذ؟ شاذ شو معناها؟ شاذ يعني معناتها هو يلزم جورج واحد معناها ما نتعلموش عليه معناتها كان برشا يغنيو كي عبد الحليم ولا عبد الوهاب هو هو مدرسة كبيرة ومئات وحبوا يغنيو مسمين روحهم جورج سامحني نطق الحروف صحيح ولا؟ النطق يكون طريقته هذيك بس كيفاش كي لي سبيسيال معناتها هو طريقة باش يعني عنده حاجات جورج ساعات في الغناء يضحك هو ريتو كيف يعمل اما هذيك هذيك مدرسة قديمة لبنانية حتى وديع الصافي كي يبدا يعمل يبدا يغني ساعات وتجي حاجة نتاع ضحكة يقولها في الميكرو اما راهو جورج وسوف معناها فنان لا ما نشوفش علاش ما نقولش هو رأيه جورج وسوف انا عملت له أغنية اسمها الله يعوض علينا
شنو رايك في كلامك انت قلت انه جوليا بطرس صوتها زدام؟ لا انا معناها كي نتكلم على صوت فنان نتقني راهو انا معناها تكنيسيان فهمت معناها انا نعرف هي اي في الفن نحكي اي معناها هي كامراه عندها سكسي كبير وعارفه اش تعمل رجلها ياسر لبس عليه معناها تطلب 1 مليون دورو في الحفله هو هي حره فهمت هي عندها الامكانيات تقول لك لا ما غنيش انا الا معايا 100 في الفرقه ومعايا اكبر مهندس صوت واكبر كذا نحكي انا مثلا وقت اللي نجي نقارنها بانغام ولا نقارنها بذكرى ولا نقارنها بشيرين ولا نقارنها بالبنات اللي يغني ونلقاها هي اضعف منهم فهمت لكن انا نشوف باغ اكزومبل لو شوا نتاع الكلمات والالحان اللي تري امبورطون هي اختارت معناتها كي تختار ثنيه باهيه تو فوا باغ اكزومبل كيما ماجده الرومي معناتها فما 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 ميمه الخليل مثلا فوالا فوالا ماجده الرومي تشبلها زاد فما شوا نتاع كلمات معناتها مزيانين فما الحان راقيه معناتها ما تنجمش كي انا بتنفس حريه معناتها ما تنجمش ما تشوف لا قلت لك هو هي عندها هي مدرسه ماشيه بها والكلام نتاعها الكل ديما فما ملتزم فهمت اي مش طاقه صوتيه معناتها انت حبيت انا قلت ماهيش طاقه صوتيه معناها كبيره هذا هو اللي نقصده ما هي كان فنانه ملتزمه ناجحه اجمل صوت نسائي عربي ذكرى لا خلينا من التوفيق في الاحياء ذكرى ما حبش يغشش هو في اللي حيينا شيرين في العالم العربي المشهورين انا نحكيو توا لولا نمبر 1 في المشاهير بطبيعه الحال في المشاهير يظهر لي اقرب وحده للبنه والواحد هي شيرين شيرين في تونس في تونس انا توا نشوف يظهر لي نجاة عطية عندها خامه صوت ماهيش عاديه بالكل ومساحه صوتيه غير عاديه خساره ماهيش قاعده مازالت التوا مازالت هي انا سمعتها التوا عندها الامكانيات هذه الكل شوف عندها الامكانيات شوف راهو الفنان مش كيما الكوارجي راهو حياه الفنان راهي عبد الوهاب راهو 80 سنه عمل من غير ليه وديع الصافي نجات صغيره تغني 80 سنه اوت جمله ما تنجمش تغني سناني سا ديبون ما عنده عمر الصوت ولا ما عندوش عمر الصوت سامحني فما اصوات عندها عمر لحظه برك ازنافور مثلا ازنافور انا فما ليله في كرتاج غنيت انا قبله بليله رد سوني وقتها في كرتاج قبل ازنافور بليله ازنافور عمره 88 شوف سا ديبون انت وصحه الانسان صحيت خاطر راهو الصوت اذا كان تحافظ عليه انا هاني شاكر مثلا كيفاش مش تحافظ على صوتك مثلا؟ ما نشربش الكول مثلا؟ فلا دخل ما نكيفش مثلا؟ سهريه قول كلام اوزر قدامك باش يفهم لا 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 اوزر قدامك باش يفهم شوف هو اونتر بارونتيز اللي يخدم في الفن وما يعملش هذوما يتكلم يخدم في اذاعه عنده اشكال كبير اوزر قدامك باش يفهم ولعبت تفهم يا خويا لو جانا مطرب هذاك اللي قدامك كلمك عم حسن ما كلمك حد يا عمر والله ما كلمك حد يا عم حسن لا لا شو قدامك اخزر وراك اخزر بجنبك الكاميرا نقصد لا اخزر بجنبك علاش قدامك لا با انا ما كاينش حار وديعتي الحار زايده انا ما كاينش حار اما لا فما يعمل المعشر فما فما يحرق فما اونترينمون فما اونترينمون للصوت ما يلزمش يرقد الصوت برشا انا نقول لك مثلا هنا جورج وسوف تبارك الله عليه يعني يعمل هكا وهكا وهكا الطاقه نقص شويه جورج كبر الطاقه نقص تحب تبين هاني شاكر انا نحب نحكي عليه انا لحنت له اغاني هاني شاكر وفي الاستوديو اول مره باش دخلت معاه الاستوديو نحضر له في الغنايه في بالي باش يحفظها بالكدا دخل والله العظيم توا بارك الله معناها انا قلت لي انا صغير بكل اسمه ونصيب في الحب رماني واغاني سكسي كبيره قريب 80 شوف راهو كي تخلي يغني صوته كي المرايه لا تنجم تقول له لا نعاودوا لا هذيه ما تنجمش تقول له حتى زيرو فوت خاطر في الاستوديو لكن قاعد كي المرايه قاعد ماهوش حاجه روحه مش حاجه يعني فيها حياه لذاتها قاعد يعني عبد الحليم حافظ اشياء من هذا القبيل عنده لا 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 ما عنده حد شيء كيفاش عنده رقيب وكذا عنده غنيته عنده انستيل بيان دي تاريخ تاريخ كبيره كم ما عنده شيء نحكي عن نوع الكم يعني عنده 1000 غنيه انا ما نحبش نغشش حسون الغالي ما عجبش انت حكيت على هاني شاكر هاك ولا خاطر الاصدقاء في الرجي فهموا قالوا لي فاضل شاكر قلت لهم هاني شاكر وفاضل شاكر كل واحد خلينا من هاني شاكر نمشيو لفاضل شاكر ما فاضل شاكر تعرف الاشكاليات لا شوف هذيك اموره هو وهذيك حياته هو بالنسبه لي انا فاضل شاكر نكروا فيه كريم شوف
ينجم يكون غلط وي ينجم يكون هو بخذا معناها تبطيلته ديجا للفن فكره غالطه بالكل. اما كصوت فضل شاكر راهو قعد في اذنينا وقعد لتوا معناها ما تنساش نعيشوا به ما ننساوش اغانيه. هل تعتبره صديق؟ لا شو نعتبره صديق معناها انا اللي ما فهمتكش شنو تقصد هل نعتبره صديق؟ هو في الدنيا كيستيون بيج هذي لا صحيح جست ما رد بالك لا انا من رد بالك لا انا نجم نعتبره صديق لانه انا مانيش رافيه كل يوم ولا عندي معاه علاقه اما لا هذايا انسان انا عرفته عندي 25 سنه التالي نعرفه معناها وقتها 25 سنه التالي كنا اصحاب ناس اصدقاء ناس تتبدل فهمت شو قالوا شو قالوا والله ما عندي حتى فكره لا كانوا معناها هكا بالحق نولي انا ما نقول لك ما اذا كان الكيستيون هذه هي نقول لك انا سامحني لا نجم واضح ماني صحاب معك اجابه واضحه للعباد اللي بده يعرف به غازي رفض اغنيه كانت نجاح لوائل جسار صحيح ولا اي مش رفضتها هو شوف الدنيا راهي معناها ساعات والحمد لله احنا زهوراتنا باهيه معناها ديما نقول الحمد لله انا حظي باهي برشا اما فما ذيك ساعة تم ارتاحت روحي بيه غناية سمحالي مشيت خلاص سمحالي وليد سعد خاطر وليد صديق هو ملحن كبير برشا من جملة الأغاني اللي نسمع فيها سمعت هالغناية ذيك وما خذيتهاش تعديت قدامي معناها قداش سعرها وقتها قداش يظل في 5000 دولار أنا غنى هي وائل قبل ما يسجلها فهمت خلاص في المطار وعلاش غنيها لك وحدك؟ وقتها استضفته الطياره جات مخر غنيها مش باريس والله بالحق احنا مشيت خلاص الطياره استضفته وقتها في حصتي ونهار اللي مروح مشيت معاه للمطار وصلته ونحكي وقال لي ايمان شو سمعك حاجه؟ سلمى وراها مازلت قم بالواجب راه ايمان مازلت ما سجلتيش وكله غنيها لي فهمت حلوه برشا الاغنيه وخساره انت لا لا زاد هو بيدو زاد مش خساره خاطر غناها هو روان جسار راهو صوت عبقري راهو كيف بالك باش تاخذ النجاح هذا كنت تخليه هو يعني. شوف هي هذيك هو معناها ربي مكتوب. سبحانه الحاجات تكتب لما ليها تو سامبلومون هل صحيح ولا انك حضرت في حفل طلع حفل طليق غني وانا صغير بكل ما في اول البدايات معناها مشيت نسخايف فما فرحه ونسخايف فما كذا خير كنت صاريت طلاق فهمت تشوكيت الحقيقه فهمت موش الدين الزوز المراه وراجله لا ال العدو الغادي السيد اللي باش ياخذ المراه يعني يحتفل لها بالطلاق هو يعني كلمه فرحان هو فهمت وهي فرحانه يا خويا اجي نقول لك معناها انا بالنسبه لي انا كانت عندي انا معناها استغربت قلت كيفاش سهريه نتاع طلاق نورمال الطلاق يكون فيه شويه كذا اغرب لا عرس ولا طلاق الحفله لا ان شاء الله العروسات ديما لا لا معناتها في الكاشي وقتها ما خديت في التاخو اكثر وقتها لا وقتها احنا وقتها راه كنا نخصوا ولا في ما وقتها راه كنا نخصوا بالكدا احنا راه اي ما اكثر وقتها معناها تصدق انت حاجه حفله الطلاق 20 سنه تالي كنا نخصوا غير من توا ولا تعملوا فرفيق بلا يحضر العرس وبفرض مره ولا كان احضر الطلاق فرض مره ان شاء الله نغني لهم في فرحاتهم يطلقوش لا لا نعرف ولتوا انا شوف انا سنة فما حاجه اسعدتني برشا كيما هي كيما نقولوا معناها قدام الناس البو العروسه وبو الام العروسه ولا هكا غنيت في عرسهم انت انا طلعت نغني وجاتني المراه قالت لي راهو اسمع نحبك تغني لي بعترف لك وحبيت زماني قلت لها بعترف لك نحبها برشا طب باش نغنيهم قالت لي اما نحبك تقول للناس اللي انت راك غنيت لنا في عرسنا انا والمسيو وهو عرس البنيه فهمت انا سيتي بالنسبه لي انا حاجه محلاها فهمت ما وزوجتيش ما خديت اكثر في الطلاق ولا في العرس وقت لا لا وقتها من الطلاق ما حبيش ناخذ ما نكذبش عليك لا لا قلت لهم السماح حبيش ناخذ ما حبيش نزيد نسهر غادي فهمت هزيت روحك هزيت روحك ان شاء الله كل التوفيق والنجاح ربي يخليك غازي يا باشا شكون عنده سؤال باهي عندك سؤال عم حسن حنان ايمان انا حبيت نقول معناتها مثلا عندنا غازي العياجي عندنا ملحين كبار عندنا مازال عنده ما يقول سمير العقربي عندنا سي عبد الرحمن العياجي ربي يطول في عمره فما موجود زاد نصر صمود سليم دماق مازال الشاعر حبيب محروش ما انت هذم كنوز والله كنوز ونعرف امكانياتهم نعرف على شنو قادرين عملوا لي بلو غران سوكسي غازي لحن النجوم كبيره كما كان شكون نانسي الحمد لله شيرين ونانسي وراغب وعمرو ذياب نسكر العباد راه قد نقولوا لهم باقي ما جيت الناس ما تعرفش الناس ما تعرفش كبيره كان هي الاغنيه نجلي لحنها نانسي عجره مثلا
في بالك ولا ما في باليش انا تو لا انا مثلا ايش نقول لك حاجه انا مو فما مشكله فيا مثلا ايش نقول لك شيرين عملت لها والنبي لو جاني اغنيه شهرت على الاخر هو ملحنها والنبي لو جاني بس ايدي كده وترجاني انا عمري ما هرجع ما جيش مخك يا غازي ما بقيتش ناسي عجرا بقى كل ده ومش ناسي ويا خاين يا خاين عن قلبي تخلى في الله ويلك من الله يا خاين غنية لبنانية نانسي كل نانسي والله صوتي في حالة راو لا ما نشيك احنا قاعدين نستمتع قول تنغني وراك خاصة صديقنا حافظ معتها في نغني وراك نغني وراك نانسي شنو غني بقى كل دو مش ناسي غنية ما خذاش بار سكسيس ما تصورتش حسين الجسمي لا حسين ما لحنتلوش صابر زاد كيف كيف عملت له حسدوني اغنيه حلوه برشا نحبها وعملت له الله يسهل لهم مصري راغب عملت له اللي بعيد معناها فما حاجات برشا عملتهم تبقينا انا فما حاجه مهمه انا ساعه الاتيكيت نتاع ملحن ما نحبهاش برشا ما عادش نحبها خاطر انا مازلت نغني خاطر تلحن شو تلحن ما تصور شيء راهو تلحن راهو وتغات عليا ساكن الملحن والشاعر راس الملحن ما يبقاش يصور شيء شوف مش حكيتي يصور تديبون شكون يلحن لا لحظه بيا احنا مش لازم ناخذوها فلوس كوتي فلوس انا بديت نجوم الغد خذيت بريمي بري عملنا كل العالم العربي ودرنا شنو خذيت بريمي بري من بعد نلقى روحي ما عادش نطلع على المسرح لانه سي غازي والله ملحن وكبير وكذا انا اللي تيكت هذيا ما اللي هو نورمالمون سي ان بلوس فوالا هو حاجز هو عند الناس هو ملحن بركات في لبنان وقت اللي ملحن بعد على ديما يغني موجود احنا تقول عليك كلي كازي حطه هنا خليه غادي فهمت وليت نهرب منه انا ما نحبش نحكي نقول فك عليه من الحكايه تو اللي يعرفني يعرف انا اش عملت وش قاعد نعمل اما اللي ما خليني مغني غازي عيادي اللي هو مغني عنده نجاحات وعنده اغاني وعنده ان توكا اليوم هذا التاريخ الكبير ومازال التاريخ قاعد تكتب بنجاحات جديده غازي بيه كل التوفيق ونجاح شيخ باش نرجعوا معاك باش تسمعنا حويجه دونك بعض لحظات ان شاء الله شنو تسمعنا شيخ باش نسمعكم اغنيه اسمها تحكي على الاولاد الصغار اللي سافروا ويحرقوا وتصير لهم مشاكل غادي شنو نقولوا؟ نقولوا برسمك امي يا ابن عمي ما تقولش لامي وليدك معناها في ازمه وتفوت. حلو. وغنيتها انا وحموده وان شاء الله باش تكون موجوده نهار الخميس بالنهار اللي في الشير نتاعي اليوتيوب. دونك تلقاو كيو ار كود يهزكم توا في الشاشه تلقاو كيو ار كود ينجم يهزكم تشوفوا الكليب على شانيل يوتيوب نتاعك. كنت بشارت نهار السبت بدلنا نهار الخميس لانه مع ليميسيون تاع نهار الخميس. وهذا ما نشكش فيه وانت ابن البرنامج هذا ومرحب بك نجلة هذايا انت زاد بنت البرنامج هذا ومرحب بك وربي يفضل لك البنوته محلاها وان شاء الله تتربى في عزك قداش عسله اللي عنده ومضه اشهريه ملابس ثياب قيافه حجامه فليقل الان الرسم وصل ابد ينجم نبدو بالدوره به Merci. Bon, Jeep 7 Couture, marque MTI pour la veste. Espace Marie et Maïsa Zahra pour la mise en beauté. Morad Chapchou pour les bijoux. Future Optique les goulets, la goulette pour les lunettes. Ben, Raz. أنا ما عندي ما بشي سامي من الدار شي ديريكت وما توفيق الحجام كله توتو يعطيك صحة شوية أمور معناها بدلت حجامك؟ لا هو بيدو تو وقته ما حصلش بالله تعبني والله تعبني لا هو بيدو عنده تو أكثر من 25 عام ومحافظ لك على الألوان والأمور لا أموري ديما ماشي باش عنده خلينا في الومضة الشهرية يا عم حسن ماشي باش ما حضرتش إيمان نحب نشكر غازي العيادي نشكر غازي العيدي برشا اللي في وقت من الاوقات كان وقف معايا وعاوني برشا في التواصل مع فنانين عرب الحقيقه. ما وقتها انت في الليميسيون قاعده تعمل مجهود كبير وهذا نشكر يا عبد كي يعترف بالجميل والله عمري ما ننسى بيان سور. يعطيها الصحة. ميرسي بوكو مدام سيهيم بن عزوز سنتر فينوس على المكياج والكوافور، ميرسي بوتيك جاست فور يو تلقاوه موجود في تونيزيا مول لاكتو، ميغرين كوتو والمنزه 6 ميرسي بور لا تونو. نجم. أنا ميرسي ستيفي اللي مكياج اللي كالعادة خاطرني تعبة جيت اليوم هكا عمل لي بون ميل عمل لي بون ميل نعرف اللي أنت روحت مأخر ونعرف اللي عندك تورناجات دونك وما حولك هكا الإنرجي مش كالعادة لا والله لا كالعادة محليك والله كالعادة أما حسن أنت ما عشنيش مريقل مريقل خالد مريقل باهي ميرسي إسباس ماري ميسا الزهرة على الميزون بوتي وكالعادة أنا ملبستني ساهش لاك دو يعطيك صحة بيوتا باش ما ننساش حق الناس سلطانة كلمات بشير لقاني ألحان وغنى غازي عيادي
بالنسبة للبرسم كومي كلمات سي عبطيف جوادي اللي نقدم له كل التحية، راجل محترم جدا ومن أكبر الشعراء في تونس، ألحان وغناء غازي عيادي وحمودة، وتوزيع هادي عبد المقصود اللي هادي زاد توا في السعودية، نقول له بون شانس وبالتوفيق، وكليب خليل من عرش اللقب. خليل ميرسي بوكو على الفيديو كليب اللي عملته. يعطيك الصحة غازي بيه، كل التوفيق ونجاح نجا إن شاء الله، ربي يوفقك وكل التوفيق والنجاح في كل أعمالكم. زوس يعطيك الصحة، بارك الله فيك. أنا كامل حب تحيك لبرشا جوزيف كواف، ميغال راه ما يجيش الجمعة هذيا، يا جوزيف مرة الجمعة الجاية حاضر معنا دونك كي العادة. الدقلة ميغال والدقلة. يجيك كي العادة إن شاء الله، نجي لك دو ميغال وين قاعد يمشي كل مرة كيف يهمو ميغال ومين الزهرة. إيه جدات كختار. سايباته وحده، كل مرة يمشي للبلاصة، دونك نحب تحيك لبرشا صديقنا عزيز بارك الله فيك اللي جينا لهنا. ميرسي بيبليك بارك الله فيكم، خليكم مع غازي العيادي تو سويت، نتقابلوا إن شاء الله الجمعة الجاية، تكون زينة في الأمان.